كبوس كورونا الذي ألقى بظله الثقيل على العالم منذ أزيد من سنة، قد نتظاهر بنسيانه لأيام، لكن لغة الأرقام ترجعه كقدر محتوم نحو مخيلتنا وواقعنا، لا سيما وأن الوضع الوبائي في البلاد يشهد منحنى تصاعدي سواء الإصابات أو الوفيات. السبب الأول هو وجود سلالات متحورة سريعة الانتشار فيها الجزائر. السبب الثاني هو أن الناس أصبحت تفكر بأن كوفيد أصبح من الماضي وتخلت على التدابير الوقائية، وكذلك البطء في وتيرة التلقيح. كل هذا وسط غموض حول السلالات الجديدة وقدرة اللقاح على التصدي لها، في ظل عدم كشف وزارة الصحة عن عدد الملقحين لحد الساعة. صعب التكهن مسبقا، لأننا لا ندري عدد أولا الناس الذين تلقوا اللقاح، وثانيا لا ندري ما إن كان هذا اللقاح فعال أو لا. يعني لازم الناس الذين تم تلقيحهم يخضعوا إلى كشوفات بيولوجية حتى نعرف إذا كان عندهم ارتفاع نسبة المضادات الحيوية. السلالات المتحورة في مرحلة الدراسة، ولكن البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية يشير إلى أن اللقاحات وخاصة اللقاحات المتوفرة هنا في الجزائر فعالة ضد السلالات المتحورة. إذن الآن نطمن المواطنين بأن إلى أن يثبت العكس عن طريق دراسة علمية موثوق فيها، فإن اللقاحات المتوفرة في الجزائر هي لقاحات فعالة ضد السلالات المتحورة وضد كوفيد 19 المرجعي. لتبقى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الجائحة هي الحل الأقرب للجميع.